شلونك عمتي؟ أهلين عمتي، الله يرضى عليك. شلونك أنت؟ والله مشتاق لك. كيفك أنت؟ الحمد لله، إن شاء الله بفرح بعرسك يا رب. على حياة عينك يا عمتي. لك وينك لهلأ يا مو؟ إيه يا مو، رحت اتفرج على صندوق العجائب، قام علقت خناقة بين عمي أبو صفوان وأبو نجيب. يوه، وليش علقوه؟ لأنه أبو نجيب اشترى صندوق العجائب من أبو العجائب، قام عمي أبو صفوان اشترى واحد جديد وعلقوا هن الاثنين من شان الزباين. لك معقول؟ معقول أبو صفوان يقلل عقله ويشتري صندوق العجائب؟ إيه عمتي إيه؟ عجبك؟ إيه والله، ما يدرى أبو عبده ليكسر له يا. لك حدا بيقلل قيمته بإيده يا جماعة؟ ما عم بفهم أنا. يو بسلامة اللي عم بيقلل له من قيمته. الله لا يوفقك يا صبحية، الله لا يوفقك. إيه مختار، إمتى نويتوا تعملوا عرس وضاء؟ فكر أجله لبعد رمضان، ولا شو رأيك يا أبو عبدو؟ رأيي رأيي يا صبحي، اللي أنت بتلاقيه مناسب نحن موافقين عليه. أوف، وليش بدك تأجله بقى؟ إيه مثل ما لكم شايفين يا أبو عبدو، أبقى عود بين الحياة والموت، وشاهر بالفراش وحرمة أبو أدهم عند أهلها. أبو وضاح، عليك جيرة الله إذا بدك تأجل كرمالي لا تأجيل. ولو يا أبو أدهم، معقول نعمل عرس وما تحضروا أختي مدام؟ أختك مأدهم إذا قال نصيب تحضر بتحضر، وإذا ما لها نصيب بيكون هيك الله رأيت. وأبو قاعود الله يعافيه، طالما هو عايش مال علينا عتب، وشاهر من هون ليوم العرس بإذن الله رح يتحسن. توكل على الله مختار، وخير البر عاجله. هيك رأيكم؟ هيكم ماشي، معناتها بكرة أبو باسم الشيخ وضاح المطلق، وببعت الشباب يعزموا أبو قاسم ورجاله وكل ما خطير الحالات التانية، وإن شاء الله يكون التمام على خير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أحلام تركي، أحلام من الأحلام، هذا البيت المبتبت ما بياكل إلا ملبت، هذا البيت المبتبت ما بياكل إلا ملبت. لك شو هاد؟ أهلي لك يا أبو عبدو، تعال أرجيك العجائب. تعال لك أنا عجائب، هاي عمايلك هي العجائب. يا عيب الشوم عليك، ولك هي إمتنا نحنا، ولك نحنا بيت الولادي، هي إمتنا وهي آخرتنا. شوفي يا أخي، والله ما في شيء. شوفي يا، ولك أنت حلاق الحارة وحكيمة، ولا حق لي شغل الودن. إيه سمعت سيد راسي؟ سمعت شو عم يقول لك أخوك؟ ولك بيت الولادي، أنت سيدي بيت الولادي، مو من إمتنا، هي خلونا نسترسل. روحي دقلك بعدين نسترسل عروف. لك أخي والله أنا شغلي دائر، بتعرف عندي مصروف، عندي عيلة وابني بالعسكرية، شو بدي أعمل؟ عدنان، هذا صندوق ما بنشوفه مرة تانية، وكل جمعة بتجي لعندي على البيت بتاخد حاجتك من المصاري، ودرني بالك على دكانتك، بتروح لعند برو العطار بتقول له بعد لي أخي أبو عبدو وشيخ كاري وولادي، خليه قويك بالعطارة والحكمة، وبطل لي شغل الودني بقى. والله عال لسا مرة راكب لي حصان إبليس، مرة عمل لي صندوق إبليس، شو المسخرة هي؟ العمى يا عيني عليك. لك يا عيني عليك يا ابو عبدو، لك يا هيك الزلم يا برد. سمعان سيد راسي؟ سمعان اخوك الكبير كسر راسك، شو عم يحكي؟ بيفهم بدل منك 100 مرة. ابو نجيب شبتك؟ حل عني بريحة طيبة، ماني بتحمل حالي. ها العمى رحم عنك سيد راسي، رحم عنه. والله لو عرفان قصة تنحل عند ابو عبدو كنت رحت لعنده من البداية. يفتح حريمك شو عينك ضيقة. ويا سلام ويا سلام، ربي ما يهنيك يا رويدة، الله يقصف لك عمره وعمر ابوه قبل غياب الشمس. الهي وانت جاهي يا رب. ولك تضربي انت وهالمنطق. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ على بيت اختي. انا ما قلت لك لا تروح. ولك مالك شايف الناس جايين من اخر معمر الله مشان يحضروا عرس ابن اختي وانا ما روح؟ ماشي الحال، روح. لك يا امو، خليه يروح، خليه يروح يفرح لوضاح. الطفل وضاح يسوى راسك تضرب انت وامك. نورتي بيتك، مو بس بيتك، نورتي حياتي كلياتها.
خايفة. رويدا ردي علي. ايوه معناتها انت ما بدك يعني، واهلك جابرينك علي جبر. مشان هيك انا رايح نام بالاوضه الثانيه. يلا تصبحي على خير. وضح يا عيون وضح يا قلب وضح. رويدا انت صرتي حلالي، وهي هي الساعه اللي طول عمري عم بستناها. الله الله قد ايه كنت خايف اني انحرم منك. الله لا يحرمني منك. قولي على قلبي، قولي مره ثانيه. الله لا يحرمني منك يا سيدي تاج راسي. وهدول هن الحلقات يلي كان نفسك فيهم ما لقيتيهم سوى الصاغه. انت شو عرفك؟ عصفورة قالت لي. سميحة قالت لك مو هيك؟ هي قربي لركب لك يا انا بركبها لحالي. وين لقيتهم هدول الحلقات؟ فصلت لك ياهم تفصيل عند الصايغ، وخليته يكتب على كل وحده منهم اسمي واسمك. فاز ونجا من وحد الله. لا اله الا الله. يا اخوان ترحموا على اخوكم المرحوم ابو عادل. فاز ونجا من وحد الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا الله يا كريم. شو جاي تساوي هون؟ شو ها؟ شو جاي تساوي هون؟ شو جاي تساوي ببيتي؟ منيح اللي تذكرت انه لك بيت. روح ارجع نام عند اختك الكرنيبه، ولا الا نام عند ابو عبده شيخ الكار احسن لك، لانه هذا البيت بيتي. بيتك؟ نعم. شو نسيت انه كتبته باسمي؟ صبحيه لا تنزعينا مسانا باخر هالسهره. ها وين رايح؟ قلت لك ما في نومه. بالله شو؟ والله شو؟ صبحيه انت الظاهر جسمك عم يحكك. والله انتو اللي جسمكم عم بحبكم. وليه؟ الظاهر انت ما راح تستحي على دمك. تضربني؟ عم تضربني يا عدنان؟ وما تلي كتر خيرك. كتر خيرك على شو؟ على اني اشتريت لك الصندوق. ايوه لانه اشتريتي لي الصندوق من مصاري اللي خلفوكي. الله يخليكي لبقى تبكي. حتى تعرفوا قديش انا مظلومه مع ابوكم. أكيد هي الكرنيبة عمتك هي اللي وزته. يا مو يعني لا تزعلي مني وبلا مرقودية. إيه أنت ما بتفهمي شو ليه؟ يعني أنا قصدي إنه أنت بتعرفي بيت ولادتي إيدهم والضرب. إيه لا تقارشي يوم. يعني هلأ أكلتي قتلي من أبي، وهديك المرة أكلتي قتلي من عمتي، والمرة الجاية الله أعلم من مين بدك تاكلي قتلي. إيه طيب شو؟ خرسي وليه؟ خرسي وليه؟ قومي من هون. بكي أنا شو حكيت معك؟ فماني عم أنصحك يعني؟ تضربي انت ونصايحك. الله لي امك يا زكيه، مو انت بتضلي تقولي لي انه عقلات امك على قدهم؟ اتركيها بحالها بقى. انا عقلاتي على قدهم؟ ما دخلني، هيك زكيه بتقول. مين قال اقوالك انت وياها؟ الهي خلصني منكم، الهي اقطف عمركم. طيب شو عامله انا يا ربي؟ شو عامله؟ كنت بوعدها صرت بتنتين. يا الله قديش بحبك. عن حضر ويدا. تعرف اني كنت رح سلم حالي. بعرف بعرف. سميحة حكت لي كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ايه. بتعرفي في برابتي دينة ولازم اقوم فيها. لمين هالدينة ابن عمي؟ لعصرية ونبيها. مين هدول عصرية ونبيها؟ عصرية يا ستي هي وحدة بصارة، كانت دائما تبشرني انك رح تكوني الي. بتآمن بالتبصير؟ لا والله، بس والله هيك حكياتها كانوا يفرفحوا لي قلبي. نبيها مين هاي؟ نبيها نبيها هي بنت ناطور المزرعة، كمان الاخر هيك كانت تفرح لي قلبي بحكياتها. وضاح يا عيون وضاح. توعدني؟ بوعدك. ما بدك تعرف بشو؟ بوعدك بكل شيء. بكل شيء بكل شيء؟ ايه. توعدني انك بحياتك ما تفكر بغيري، او لا سمح الله تتجوز علي. أعوذ بالله. شو عم تحكي انتي؟ طبعا بوعدك. حليف. ايه وحياة عيونك.
خيل عيونك. بقى في حدا بهالشهر الفضيل بيفطر وبتسحر برغل مسلوق بدون ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك. إذا مرتق من نجيب الله يرحمه بيقولوا ماتت من الجوع، أنا شو بدي أترجى منه؟ الله يرحمه. أنا بعترف إني طالعت الذهبات وصرفت منهم، صرفت مشان آكل وإلبس. تعري هو بده حرمة لا بتاكل ولا بتلبس. أنا سألت شيخة وقالوا لي إنه هي مو سرقة. أي ضحكي يا مضحكي. أنا مرقت علي أيام كثيرة كنت أقل الضحك، ومرقت علي أيام كنت أقعد لحالي وأبكي أبكي من كتر ما أنقهر. من